بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم كنوز السنة لا يعلم أكثر الناس، روى ابن وهب من كبار علماء السلف الصالح، وهو من كبار تلامذة الإمام مالك. يعني لازم الإمام مالك 20 عاما يتعلم منه العلم. روى في كتابه الجامع، في كتاب الجامع في تفسير القرآن، من حديث عبد الله بن عمر: من عكف نفسه في المسجد بين صلاة المغرب والعشاء لم يتكلم إلا بدعاء أو صلاة أو قرآن كان حقا على الله، أو حقا على الله. من عكف نفسه في المسجد بين المغرب والعشاء لا يتكلم إلا بدعاء أو قرآن أو صلاة، أن يبنى له قصران في الجنة، عرض كل قصر 100 عام، 100 عام مسيرة في الجنة مش مسيرة في الدنيا، ما بالك بقى بطوله. بينهما غراس، يعني بينهما غراس، لو أكل منه أهل الدنيا لوسعهم جميعا. ولو قرأ 200 آية، ولو قرأ 200 آية أعطي قنطارة من الأجر. والقنطار 1200 أقية، الأقية خير مما طلعت عليه الشمس وخير مما السماء والأرض. يعني الكلام ده الأقية الواحدة أفضل من الكرة الأرضية كلها. إذا أنت تزيد، لو أنت اعتكفت بين المغرب والعشاء في المسجد وصليت وقريت 200 آية من المصحف، تعطى قنطرة من الأكل. طبعا سيدنا عبد الله بن عمر لا يتكلم إلا بعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا بنقول كلام كبار علماء التابعين معتبر عند العلماء، فما بالكم بقى بالصحابة. فالقنطار 1200 أقية، الأقية خير من بين السماء والأرض وخير مما طلعت عليه الشمس، يعني أفضل من الكرة الأرضية كلها، أو ربما أفضل من الكون كله، لكن خلينا في الاحتمال الأقل اللي هو المضمون. يعني يعني كأنك أنت الأقية دي، كأن الكرة الأرضية كلها بتساوي أقية، وكأنك أنت تصدقت بالأقية دي، أو كأنك تصدقت بالكرة الأرضية كلها، أو كأنك جعلت الكرة الأرضية كلها وقف لله. فلازم ربنا سبحانه وتعالى بأقل تقدير يديك حاجة قد الكرة الأرضية. طب نضرب الكلام ده في 1200، ما هي القنطار عبارة عن 1200، مساحة الكرة الأرضية نص، يعني نصف مليار وكسور. يبقى أنت باعتكافك بين المغرب والعشاء في المسجد وقراءتك ل 200 آية هتزيد ميراثك في الجنة نصف مليار، في 1200 600 مليار كيلومتر مربع وأكثر بكثير. فده يوريكم، لأن الفترة بين صلاة المغرب والعشاء يتسمى فترة الغفلة. أنا كنت قلت لكم قبل كده عن الثواب العظيم لصلاة 6 ركعات بين المغرب والعشاء، ونريد صلاة الأوابين، والثواب عظيم لأن الفترة دي تسمى، عبد الله بن مسعود كان فيها يسميها صلاة الغفلة. فالثواب بيبقى عظيم جدا في الفترة دي. يا ريت كل واحد بيسمعني دلوقتي يحبس نفسك بين المغرب والعشاء على قد ما تقدر، وافتح المصحف واقرا 200 آية لتحصل هذا الثواب العظيم. يبنى لك، يعني تعطى قنطارة من الأجل، ويبنى لك قصران عظيمان في الجنة، مساحة الواحد منه بس أكبر كتير قوي من الكرة الأرضية. والقنطار في حد ذاته مساحته مئات المرات قد الكرة الأرضية. لا ده مش مئات المرات، هو قد 1000، ده قد الكرة الأرضية 1200 مرة، ربما أكثر كمان. وده خلي بالكوا، ده يدخل في قيام الليل. يعني انتبهوا، ده يدخل في قيام الليل. يعني كل اللي بقوله ده يعني يعد من قيام الليل. أقول قولي هذا، استغفر الله لي.